حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وما زالت فقراتنا الصباحية مستمرة معكم مشاهدينا. يمر الكثيرون بمشاعر القلق نتيجة الخوف من تفويت حدث مهم أو الاطلاع على مستجدات قضية ما، وقد يتفاقم الأمر بالنسبة للبعض إلى حد الهوس، وهو ما يعرف علميا بظاهرة الفومو، والتي تفاقمت مؤخرا بفعل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. فما هي يا ترى عواقب هذه الظاهرة وكيف يمكن الحد منها؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم بإذن الله مع ضيفنا الكريم. نرحب بالأستاذ محمد أحمد، أخصائي نفسي. أهلا وسهلا، صبحك الله بالخير. حياك الله أستاذ علي، وصبحكم الله بالنور والسرور جميعا. حياك الله. في البداية، ما هي ظاهرة الفومو، وهل هي جديدة أم أنها قديمة؟ بالنسبة لظاهرة الفومو، أو خلنا نقول تعريفها، اللي هو الفومو اللي هو fear of missing out، يعني أنا أبدأ أخاف أن يفوتني شيء من أحداث وسائل التواصل الاجتماعي، أخاف أن يفوتني خبر معين، أخاف أن أكون ما عندي هالمعلومة اللي عند الناس، لازم أن أواكب العصر، لازم أن أكون عارف آخر المستجدات اللي موجودة عند الناس. فهذا الشيء في بدايته أول ما نشوفه نقول شيء طبيعي، لكن متى ما بدأ يأثر على الإنسان تحول إلى متلازمة الفومو، صار اضطراب نفسي. البعض ممكن يقول هل هذا الاضطراب جديد ولا قديم؟ هو صار نتيجة تقارنه مع إدمان التلفون أو الإدمان الهاتف المتحرك، مع دخول أو ظهور الإنترنت. نعم، بشكل قبل عام كان الإنترنت عندنا على الكمبيوتر، يعني مثلا عندنا شغل بندخل في المكتب أو في البيت، مثلا بنشبك النت وبنطلع، بتروح مكان في السيارة ما عندك نت. الحين صار التلفون عندك فيه نت، فأنت عندك نت متحرك في أي مكان، تقدر تستخدم هذا الإنترنت في أي مكان، سواء في السيارة، في الدوام، مع أهلك، مسافر. فصار الموضوع أن أنت عندك تليفون مجابلك 24 ساعة، فأنت ما تقدر تتخلى عن هذا الهاتف، أو ما تقدر تتخلى عن أنك تتابع السوشيال ميديا أو تتابع أخبار الإنترنت، تتابع شو الجديد اللي موجود عند الناس. نعم أستاذ محمد، ربما قرأت تحديدا في عام 2004، نعم، كتب مقال من شخص متخصص يعني تحدث عن هذا الموضوع الذي لم يطرح ربما في السابق، ومن هنا ربما انطلق هذا المسمى، تزامنا مع ظهور مثل ما ذكرت الإنترنت واهتمام الناس. كيف يمكن أن يكون لمثل هذا الاهتمام والاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات أن يكون مصدر للهوس، مصدر للقلق، أو يتحول بشكل مرضي؟ هو يتحول بشكل مرضي بسبب نحن صار عندنا ملء وقت فراغ كبير في متابعة السوشيال ميديا ومتابعة الجانب المميز في حياة الناس. دائما أتابع شو أفضل الأشياء اللي عند الناس، الناس كيف عايشة، طالع الناس كيف تسافر، شوف الناس كيف عايشة حياتها، نحن مو بعايشين مثل هالناس، شوف هالناس دائما سعيدة، نحن اللي عندنا الأحزان، نحن اللي عندنا المشاكل. فالتصوير أحمد، تفضل. نعم أستاذ أحمد، ربما ذكرتني هذه المقولة الفومو ربما بمصطلحها الأجنبي، ولكن هل يمكن مقارنتها بمصطلحنا العربي من راقب الناس ما تهمن؟ هل لها علاقة؟ هي لها علاقة، بس مراقبة الناس على حسب، هل أنت تراقب الناس لأنك عيبت أنك حياتهم، ولا تراقب الناس عشان تحفر لهم، ولا تراقب الناس تبغى تستوي مثلهم، في فرق هني. لكن مراقبة الناس كمثال، من راقب الناس دائما طبعا اللي يشوف الناس هم اللي أفضل عنا، أو الناس هم اللي مثلا يبون يسيئون له، أو مثلا ما يبون الخير، فدائما يراقب الناس ويترك نفسه. طبيعي هذا الإنسان مش بيموت هم، هذا الإنسان ما بينجح أساسا، ما بيوصل للنجاح، لأن تفكيره كله في الناس. نعم. الناس شو سووا، الناس شو أنجزوا، إنزين أنا ما أفكر في نفسي، دائما أفكر في الناس. فالفومو من اضطراب نفسي موجود حاليا عندنا، في شيء اسمه عندنا DSM-5. DSM-5 هو الدليل الإحصائي للأمراض النفسية. الحين نزل تحديث جديد اسمه DSM-6. هذا التحديث نزل فيه أن الهاتف المتحرك يعتبر تلفون من ضمن الاضطرابات النفسية، إدمان الهاتف صنف كمرض، صنف كمرض نفسي. بس أقول زين، أنا إنسان عندي شغل على تلفوني، أنت كإعلامية مميزة عندك شغل على تلفونك، عندنا أشياء، هل نحن مدمنين تلفون؟ لا. متى أنا أقول إني أنا مدمن تلفون؟ إذا صار هذا التلفون قاعد يأثر على حياتي العملية، أنا عندي اجتماعات ما أقدر أحضرها لأني بتابع أشخاص معينين، أشوف سناب شات، أشوف الإنستغرام، أشوف وسائل التواصل، أتابعها بشكل مستمر، أنا يالس أفوت أشغال المهمة، يالس أأجل، يوني ضيوف أنا ماسك تلفوني وهم يالسين ولا أهتم فيهم ولا يعني أتحفاهم ولا أستقبلهم. مثلا عندي مواضيع مهمة، مثلا عندي عيالي في البيت ما ألعب ويا العيال، ماسك التلفون على طول،
وانا اعتبر ان انا والله جالس ويا العيال. نعم، ولكن يوم الاتصال والله انا ويا عيالي. صحيح. في الواقع انت مش مع عيالك، انت مع هذا التليفون. ولكن اصبح ضروره استاذ محمد، يعني يجب ان يكون الواحد على اطلاع باخر المستجدات، على اطلاع بالاخبار، حتى يستطيع ان يعني يتجاذب اطراف الحديث، يكون يعني في اخر الاحداث، اخر المستجدات، يكون على اطلاع ولا يكون متخلف عن الركب. طبعا هو من نعم رب العالمين علينا التليفون هذا، من نعم رب العالمين، نحن ما ننكر هذا الشيء، بالعكس نحن صرنا الحين مثلا يوم نسوي محاضرات يدخلون ناس من خارج من الامارات مثلا، يدخلون ناس من قاره ثانيه، قرب فشوفي البعيد. كيف اي نعم، فشوفي كيف قرب البعيد، كيف صارت حتى المعلومه توصلنا بسهوله. قبل صحيح. نسافر عشان نوصل لهالمعلومه. الحين حتى في دراسات ماجستير ودكتوراه الاونلاين، ولكن اكيد الأونلاين. هناك مقياس إذا نعم. اختل هذا المقياس اللي نتكلم عليه اللي هو أربع أركان. إذا أثر على حياتك هذا التليفون، إذا أثر على حياتك العملية، أثر على حياتك الدراسية، أثر على حياتك الأسرية، أثر على حياتك الاجتماعية. كيف؟ إذا أثر على حياتك العملية مثل ما قلنا قبل شوي، إذا أثر على أنك مو بقادر تمارس عملك بطريقة صحيحة، جالس تشتغل وماسك التليفون، مثلا عندك مراجعين يتابعونك، أخوي خلص لي هالمعاملة وانت لحظة شوي جايني مسج، فانت هني في الفومو، انت دخلت في ظاهره الفومو، انت دخلت في انك صرت مدمن، فصار يعطل الناحيه الوظيفيه. الناحيه الدراسيه، بعض الطلاب الجامعه وبعض المراهقين في مرحله الثانويه في الدراسه مو بقادر يدرس، مثلا الدروس الحين بتكون قريبا اونلاين، فتلاقي الطلاب في الاونلاين اصلا المدرس يتكلم في شيء وهم داخلين برنامج ثاني او داخلين لعبه او شيء، فهني صار عندهم الفومو هذا. نعم. اذا اثر على حياتي الاسريه، ما في تواصل بين الزوج وزوجته، قاعدين مع بعض كل واحد ماسك التليفون وعلى أساس أنهم قاعدين مع بعض. إذا أثر على حياتي الاجتماعية، تعال نروح عزيمة فلان، تعال نروح عزة فلان، تعال نويب فلان، لا أنا مشغول، هو مش مشغول، هو عنده تليفون شغال عليه، عنده لعبة قاعد يلعبها مدمن عليها، أو عنده مثلا أشخاص لازم يتابعهم بشكل دوري بشكل مستمر ويعرف أخبار هالأشخاص بالذات ويتابعهم بشكل مستمر لدرجة أنه مو بقادر ينام حتى. مرات الفومو يأثر حتى على درجة النوم، بعض صحيح. الأشخاص ما يقدر ينام أبداً، يعني عادي يوصل 24 ساعة لأنه والله كان يتابع البرامج التواصل الاجتماعي بدون ذكر مثلاً اسم معين، يتابع برامج معينة، الفيديوهات هذه قصيرة لكن متتالية، فيصير عنده فضول أكثر، يبي يعرف أكثر، يبي يعرف أكثر، يبي يعرف أكثر، بحجة أن أنا ما أريد يفوتني شيء في الحياة، أنا بكون إنسان متطور. نعم. لكن هذا التطور قاعد يأثر على حياتك اللي هي أهم من هذا التطور، اللي هي حياتك الاجتماعية والدراسية والوظيفية والأسرية. نعم. أستاذ محمد، هل هناك فئات معينة أكثر عرضة؟ هل هم الناس الاجتماعيين؟ هل هم الناس الانطوائيين؟ هل هم الناس يعني المطلعين، حابين أنهم يطلعون أكثر، يتعلمون أكثر، فيدخلون في هذه الدوامة بدون علم؟ فمن هي الفئة الأكثر عرضة؟ هو ما في فئة محددة نقدر نقول أن هذه الفئة هي ممكن تتعرض أكثر، لكن هي ترجع لشخصية الإنسان وكيف يقدر يسيطر على مثلا الاضطرابات اللي عنده، أو كيف يسيطر على الشيء اللي موجود عنده. نعم. بعض الناس يبالغ في الأمور بشكل مبالغ فيه، يعني مثلا حتى لو كان جانب صحي، بعض الناس في الجانب الرياضي مهتم بالرياضة وهذا شيء طيب، لكن بعض الناس يبالغ بشكل كبير في الرياضة، يبالغ بشكل كبير في مثلا إنزال الوزن والرجيم، كذلك بعض الناس مثلا يبالغ في الأكل الصحي بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه يتعب من البحث عن الأكل الصحي، لكن دائما التوازن في كل شيء طيب. نحن ما نقدر نقول في شخصية معينة، لكن في شخصية عندها، خلنا نقول عندها مؤشرات أنها يصير عندها فومو أكثر من غيرها. مثلا الشخصيات الانطوائية، هذه الشخصيات ما تقدر تتواصل مع الآخرين بطريقة صحيحة، فبالتالي حتى هو تواصل أساسا كله عن طريق السوشيال ميديا. حتى في بعض الأزواج ما يقدر مثلا يعبر عن حبه لشريكة حياته مباشرة، بس يطرش لها واتساب انه هو يحبها ويهتم فيها ويباها. طيب قد يعتبر عامل مساعد في هذه الحالة، قد يكون عامل داعم، لكن قد يكون عامل داعم لهذا الشخص بس عامل منرفز للطرف الثاني. ما يكون هو الوسيلة الوحيدة. نعم. ولكن عامل مساعد. ليش ما تقول لي؟ بعض الأزواج يطرش، هو يالس مع زوجته يطرش لها أنه مهتم فيها ويحب، زين عندك قول لي. صحيح. فهو ما يقدر يقول هذا الشيء بسبب الانطواء اللي عنده. بعض الناس إبداعاته من ضمن فوائدها، بعض الناس إبداعاته ما تطلع إلا في الظل مثل ما يقولون، كتاباته ورواياته وإبداعه في القصص، لكن مع الناس يوم تقرأ قصة كاتب معين تقول شو هالمبدع، أبغى أشوفه، أبغى أتصور وياه، أبغى أجلس عنده. يوم تجلس عنده ما يقدر يتكلم، ما يقدر يطالع في وجهك، لأن عنده نوع من الانطواء. فبعض الناس صار ميولهم لهذا الشيء بسبب الانطواء اللي عندهم. بعض الأشخاص شخصيات عندها شيء يسمونه الأنتي سوشيال، هي مضادة للمجتمع، هو مباشرة هو قاعد وياك يكلمك بأحسن كلام، يحترمك، يقدرك، في السوشيال ميديا من وراك
يهاجمك، يبدا يتهمك، يبدا يتكلم عليك، ويبدا يدور لك على الاغلاط وعلى الاخطاء. تطلع الشخصيات الحقيقيه، تطلع الشخصية العميقه اللي هو كان مخفيها، تطلع وراء هذا الفومو، وراء هذا التواصل الاجتماعي. نعم، بالحديث عن الشخصيات وعن المظاهر التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، في دراسه قالت استاذ ان هناك ظاهره من التاثير على عدم الرضا، على عدم الرضا بحياة الناس بشكل عام عندما يتم مقارنتهم بما يرونه على مواقع التواصل الاجتماعي. بالطبع هي أغلب الأحيان تكون زائفة وغير واقعية وغير منطقية وغير حقيقية، فولد مثل هذه شعور بالغيرة، شعور بعدم الرضا، عدم خصوصا يمكن في المراهقين في هذه الفئة تأثرت بشكل كبير، ويكونون على عمل دؤوب في مواكبة ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه من أحد المؤثرات التي تأثر بها المجتمع اليوم، ربما لها علاقة في أن الواحد حاب أن يكون بشكل دائم مطلع ما هو الجديد، ما هو المتصدر في وسائل التواصل الاجتماعي. حدثنا عن هذا الجانب. نعم، أنت تكلمتي في نقطة حلوة وايد مهمة، أن دائما السوشيال ميديا يطلعنا في أفضل صورة، يطلع الأشياء اللي ممكن تكون مرات زائفة. نحن هني ما نبنهاجم المشاهير أو الأشخاص اللي عندهم يعني متابعين وكذا، بس نحن نقول هذه اللي هم حياتهم الخاصة، نحن ما نقدر ندخل، هذه اللي هم جانبهم الخاص، هم لهم حرية أنهم يعبرون بالأشياء اللي يبونها، ونحن لنا حرية المتابعة أو عدم المتابعة. صحيح، فما نلقي باللوم على المشاهير، ما نتهم المشاهير عن التأثير. نعم، نحن ما نلقي باللوم عليهم، أو أتكلم نحن كجمهور، بعض الناس يلوم المشاهير، يا أخي كيف أنتوا تطلعون قدام الناس؟ زين ليش أنت تتابعهم؟ صحيح، هذه لهم حياتهم الخاصة، هم أعلنوا عنها وعرضوها، أنت لك الحرية تتابعها أو ما تتابعها. ولكن نحن أستاذ نتحدث عن الفومو. بالضبط، المتابعة الفومو بشكل مخلوق من، ترى سبب الفومو شو هو؟ متابعة الأشخاص اللي دائما حياتهم جميلة أو حياتهم مثالية. زين، انت اذا ما، لا تلوم حياتهم المثاليه اذا كانت افترضنا انها مثاليه. نعم، طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، يوم انا اتكلم عن اظهار الاشياء الجميله دائما، نحن اشكاليتنا كمجتمعات دائما ننظر للحياه انها الحياه لازم تكون حلوه، الحياه لازم تكون جميله، سقف التوقعات يكون جدا دائما عالي. الحياه لازم تكون افضل شيء. نحن جايين هنا عشان نعيش اجمل حياه، اجمل سعاده، احصل احسن وظيفه، احصل اجمل راتب، هذا احصل حياه اسريه جميله أساساً. هذه موجوده في مكان واحد. نعم، في الجنه بس. اما هنا لازم تتغير نظرتنا للحياه، انت جاي هنا عشان تبتلى. نعم، انت جاي هنا عشان تلقى الخير وتلقى الشر. صحيح، تلقى المصيبه وتلقى الانسان اللي يسعدك، تلقى الشخص اللي يحزنك وتلقى الشخص اللي يوقف معك. نعم، هذا الطبيعي في الحياه. من هني نحن نبدا، يوم نشوف نحن نشوف وسائل التواصل الاجتماعي فتبدا النظره عندنا تتغير. ليش يا اخي؟ كم من واحد مشاهير وكلهم ما شاء الله حياتهم حلوه، معناته انا الوحيد اللي حياتي تعيسه. صحيح، انا الوحيد اللي حياتي مو بحلوه. شوفي هذه كيف مستانسه مع ريلها، شوفي هذه كيف، شوف هذه كيف، شوف هالريال كيف فرحان مع حرمته. هذا الشعور الذي نتحدث عنه استاذ محمد، هذا الشعور المقارنه، مقارنه بهذه الحياه المتصنعه اللي تكون أشبه ما يقارب في المدينة الفاضلة، بلا أخطاء، بلا سلبيات، بلا هذه الصورة التي تظهر للمتلقي، وخصوصا لصغار السن من المراهقين الذين لا يدركون أن هناك جانب آخر من حياتهم ربما لا يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التأثير، هنا نحن نتحدث، نحن صحيح لا نتدخل في حياة المشاهير، ولكن نحن نتحدث عن التأثير الذي يحصل بشكل تلقائي خصوصا. نعم، لصغار بالنسبة للمراهقين. نعم، نعم، بالنسبة للمراهقين، المراهق أساسا الطبيعي في حياته المتعة، الأصل في حياته أنه يستمتع، فيلاقي شيء يرفع مستوى المتعة، يركز على هالمتعة بشكل أكبر، سواء كان هذا هذه المتعة كان متابعة مشهور، كانت هذه المتعة متابعة برنامج معين، كانت هذه المتعة وسائل إنه يتابع الفيديوهات المتكررة اللي يشوفها دائما. فأي شيء فيه متعة المراهق يحبه بشكل طبيعي. صحيح، هني دور الأب والأم. أنت دورك في التربية، مش دورك في الرعاية. دورك مو بأنك توفر له تليفون، توفر له مدرسة، تأكله تشربه، لا، دورك أنك تربي، تزرع قيمة، تراقب، تتابع. نحن نخلي العيال دائما إذا أذونا خلاص خذوا التليفون فكونا، خلاص عطوه التليفون، هاي يصيح عطوه التليفون، خلونا نفتك بس نبركز شوية. زين، أنت طلعتي من هالجو وركزتي، لكنك سويتي مشكلة حق عمرك أكبر من هذه، أنه صار هذا الطفل مدمن على وسائل التواصل فدخل في متلازمة الفومو. نعم، فدور الأب والأم مهم جدا. شو أسوي؟ لازم أنا أحط جدول، لك في اليوم ساعتين تتابع التليفون فقط، وساعتين مش متواصلات،
ساعة بعدين تفصل، بعدين ساعة بعدين تفصل وخلاص، هذه حياتك. ليش؟ عشان أخلق أنا مراهق اجتماعي، مراهق عنده حياة، مراهق عنده تواصل مع الناس. أغلب المراهقين الحين يعني خبراتهم التراكمية عالية جدا. ليش؟ بسبب الأشياء اللي يشوفونها. صحيح. الخبرات صارت عالية طريقة، بس نحن ما وصلنا لمستواهم. الإشكالية فينا نحن كأباء وأمهات ما وصلنا لمستوى هالمراهقين. فلو نحن أشبعنا احتياجات المراهقين وأيضا علمناهم شيء اسمه منع المتعة، أني أأجل المتعة، أنا أبغى أشوف التليفون 4-5 ساعات، لا لك ساعتين بس، عشان أعلمني أجل هذه المتعة لوقت آخر. نعم. إنزين أنا أبغى أطلع هالمكان الفلاني، لا ما بتروح الحين، بتروح باكر إن شاء الله. فنحن دائما اللي يبون العيال تفضلوا، شوف خاطرهم اعطوهم، يبون تليفون يا اخي اعطوهم، اللي هالكل عندهم تليفونات صحيح، بس لازم يكون الشيء منظم. نعم. فاذا رتبنا وعلمنا وعودنا المراهقين على هذا النمط من التعامل، غالبا بيكون عندنا مراهقين متزنين. شيء ثاني، يوم انا امنع التليفون ما ينفع امنع التليفون وخلاص خليك جالس، لازم احط بديل، ادخله في نادي، اوديه يلعب مكان، اوديه عند مثلا قرايبه يلعب وياهم، يطلع مكان، نروح مكان مع بعض، فلازم نحط بدائل. فما يسنعي بالتليفون. اغلب الاباء والامهات كله من هالتليفونات وكله من هذا دمرنا. زين دورك انت وين؟ خصوصا ان هناك ايضا طاقات يجب ان تفرغ. صحيح ان المعلومات التراكميه يمكن لدى المراهقين كبيره، ولكن جانب التطبيق العملي تكون متدنيه لانها اخذت بشكل نظري فقط. حياتهم الواقعية، حياتهم الاجتماعية، التفاعلية تكون في مستوى متدني. هنا يجب أن نوازن، في ناخذ الجانب الإيجابي بالتأكيد من وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا التي أصبحت ضرورة لا بد منها، وكذلك الحياة الواقعية والتفاعل الاجتماعي والتواصل الجسدي المباشر مع الناس وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. حدثنا عن هذا الميزان. الميزان هذا يقع على طرفين، ان انا كأب اكون نموذج صحيح. يعني ما ينفع اقول حق العيال اليوم عندكم بس تليفون ساعتين او 3 ساعات او 4 وانا الباقي الوقت التليفون كله عندي، بسكم تليفونات وانا ماسك التليفون، خلاص لعبوا مع بعض، خلكم اجتماعيين، لعبوا مع بعض وانا ماسك التليفون. نعم. زين انت ما سويت اللي ياس تقولنا عليه، انت ياس تأمرنا بشيء انت ما سويته. صحيح. فلازم نحن نكون نموذج مع بعض، ما ينفع الاب والام يسوون شيء ويأمرون العيال بشيء ثاني. صحيح. لازم نكون نحن فعلا نموذج. مثلا تكون انت قدوه لعيالك، والله شوف انا حطيت التليفون، يلا كلنا بنحط التليفون، تعالوا بنسير نتمشى، تعالوا مثلا خلاص نزلنا في الحديقه، تليفونات في السياره ما تشيلونها وياكم، انزين بنصور، انزين اختاروا تليفون واحد كلنا بنصور منه، عشان ما يكون في الطفل طالع مكانه ويطالع التليفون، ساير مكانه ويطالع التليفون. فهذه الظاهره نحن ما نبي نقول التليفون قاعد ياذيك، بالعكس التليفون طورنا وايد ووصلنا معلومات وايد مهمه، وحتى صار في نضج في طريقه التفكير وصار في وعي، حتى ترى المراهقين عندهم وعي ان هالشيء غلط وهالشيء صح. صحيح. بس يوم تكون انت ما وصلت لمستواهم انهم يخبرونك بهالاشياء، يمكن انت تشوفهم عنيدين او تشوفهم مثلا والله عندهم حب لشيء جانب معين انت تشوفه غلط، بس ممكن هالجانب ما يبان الا مع شخص هم يحبونه يميلون له يقولون له هالاشياء. فهل نحن يعني وصلنا، او خلينا نقول انا اسميها ارتقينا مش نزلنا، انا اشوف المراهقين راقين وايد، فهل ارتقينا الى مستوى المراهقين عشان نتعامل وياهم؟ هل نحن كنا اباء نموذج حقيقي لهالشيء، ولا نحن بس فالحين نزعل على عيالنا، نلومهم، نضربهم، نعصب عليهم، نضايق منهم ونيس ندعي لهم في النهايه؟ لا، لازم نحط خطه واقعيه، انا كاب شو دوري، انت كام شو دورك، كذلك لازم يكون في توازن من ناحيه الاب والام. ما ينفع مثلا الاب يقول لهم بسكم التليفون خلاص ساعتين يكفي، تي الام خلاص حليلهم حرام عطهم ساعه زياده. هني يصير المراهق يشوف ان اهلي مو بجادين، الاداره الاسريه تكون على قرار واحد وراي واحد، مو بجادين اهلي، مو بسيريس، ترى يقولون قرار بعدين ينفون هذا القرار. والمراهقين والأطفال أذكياء، يدخلون في هذا الجانب ويلعبون على هذا الوتر. بالضبط. يعني يحدث حتى خلاف ما بين الأم والأب بسبب الأبناء الذين يستغلون هذا. بس لما يتفقون على نمط واحد، على خطة واحدة، ويكونون يلزمون نفسهم فيها، لازم نكون حازمين. في فرق بين الحزم وبين القسوة. حازم ان انا اكون واقعي في التعامل مع الأبناء، خلاص خلصت الأربع ساعات، إذا زدت على الأربع ساعات في مخالفة، إذا زدت على 4 ساعات بتنحرم باكر، بتصير عندك 3 ساعات في اليوم. حتى القوانين في حزم عندنا. حتى القوانين هذه أستاذ يعني مريحة للطفل وللمراهق من حيث لا يدري، أكيد هو غير قادر على التنظيم. طبعا. فهذا الجانب التنظيمي من قبل الأم والأب. وذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ محمد، الوصول للأبناء من خلال التواصل الاجتماعي. ربما هذا الجانب الإيجابي أن نحن أو نرقى مثل ما ذكرت لمستواهم، التواصل معهم، خلق حبل للوصل ويعني التواصل فيهم، أن نكون في نفس اهتماماتهم، في نفس
مجالهم، فيساعد اكثر يمكن على حل بعض الاشكاليات حتى لما التربوية. يتابعون بعض الاشياء اللي مثلا احنا ما نرتضيها، يتابعون اشخاص مثلا خلينا نقول في وجهه نظرنا قد يكون هالاشخاص تافهين، نعم. بس هم بالنسبه لهذا الانسان شخص، لهذا المراهق شيء مهم، هذا الشخص اللي يتابعونه مهم بالنسبه لهم، لاعب مشهور مثلا هم يتابعونه، ما ينفع انت تلوم او تعيب هاللاعب المشهور، شو تبونه هذا وما هذا ما يصلي لك وهذا ما ادري شو اهتمامات. لا لا، فانت لازم توقف معاهم وتحاول تغير من طريقه تفكيرهم انك واقف معاهم. مثلا بعض المراهقين مثلا يحب لاعب مشهور، خلينا نقول يحب كريستيانو رونالدو مثلا، فانت لازم ما تقول له هذا ما ادري شو يسوي وهذا، يا اخي ليش تحبه؟ شو الميزه اللي عنده؟ كيف يلعب؟ انت ودك تكون لاعب مثله، ودك كيف تقدر توصل لمستواه؟ خلى المراهق يحس ان انت متقبلنا، غير توجيه أفكاره. التفكير فتغير كذلك. توجيه التفكير اذا تقبلته إذا 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 خليت الأشياء المتع اللي عنده محبوبة بالنسبة لك. صحيح. بس تخيل مراهق عندنا مثلا الأشياء اللي هو كلها يفكر فيها ويقترحها ويشوفها ويعبر عنها بالنسبة لأبا الأمهات غير مرغوب فيها، مرفوضة تماما، يحس المراهق أنه أقل، فبالتالي يبدأ يعاند، يبدأ يستخدم سلوكيات غير لائقة، أو يوجد البديل، أو يوجد أفضل، أحسنتي، يوجد البديل الأفضل من الأب والأم، لأن هذيل ما احتووني. نعم. عشان كذي يوم نزعل من المراهقين، يا أخي ليش يتابعون هالمشاهير هذيلا؟ لأنك أنتم ما حطيت لهم بديل، أنتم ما حطيت لهم البديل. المراهق دائما يبحث عن القدوة. بالضبط. فأنت نعم. هل عشان كذي أنا قلت في بداية كلامي، هل نحن نموذج صحيح لأبنائنا؟ هل نحن قدوة صالحة لأبنائنا؟ هل باكر ابنك بيفتخر فيك؟ هل باكر بنتك بتفتخر فيك بتقول لا والله وقفت مع امي سندتني، امي ما قصرت فيني؟ هل نحن نعامل عيالنا بالحب ولا نعامل عيالنا بالخوف؟ في فرق كبير. نعم. هل عيالك يحبونك ولا يخافون منك؟ لازم نسال نفسنا هالسؤال. نعم. يجب ان تكون العلاقه علاقه صداقه في المقام الاول قبل ان تكون علاقه عسكريه، علاقه اداريه متشدده وصارمه. لو نقدم نصائح للساده المشاهدين للسيطره على مثل هذه الامور، يعني تقنيات عمليه في واقعنا المتسارع بالنسبه على شكل نقاط سريعه. نعم. بالنسبه لمتلازمه الفومو، عشان نحاول نقلل او ما نتعرض لها او نحاول نسوي وقايه منها، لازم انا افصل في فترات تواصلي بالتليفون، لازم افصل شوي. انا مثلا اتابع برنامج معين، اتابع برنامج يعني اعلان، هذا الاعلان ترى مش اعلان انك انت تروح تشتري منتج، هذا الاعلان يقول لك ريح شوي، تنبيهي، هذا تنبيه انه ريح وقف شوي. نعم. لا تتم تتابع 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 في ذاك اعلان، افصل شوي، حاول انك تتواصل مع الناس بشكل اكبر، حاول انك تحسب الساعات اللي انت جالس تطالع فيها برامج التواصل الاجتماعي او برامج مثلا الانترنت، فانت حاول انك تحسب الساعات هاي وتقللها تدريجيا. نعم. إذن السيطرة على الوقت الذي يقضى على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أجهزتنا النقالة، وكذلك هناك في تطبيقات تساعد على مثل هذا الأمر والسيطرة على الوقت. سعدنا بالحديث معك اليوم، وشاكرين حضورك ومشاركتك معنا. كل الشكر للأستاذ محمد أحمد أخصائي نفسي. شكرا جزيلا. حياكم الله. يا هلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.